أنا عبد الله ديب، لاعب المنتخب الأردني، لاعب 121 مباراة دولية، وهاي قصتي. قصتي كلاعب كرة قدم زي قصة أي لاعب بدأ من هو صغير بالمدارس وبالشارع. أبوي أخذني على نادي الوحدات في 99 في المدرسة الكروية عند الكابتن ناصر حسان، وبعدين درجت سن 14 وسن 17 وسن 20 عبين ما وصلت الفريق الأول لغاية 2018 ضليت في نادي الوحدات. طبعاً خلالها كان في فترات 5 سنوات طلعت احترفت يعني خارج البلد. محمد سالم من ماليزيا، كرة تلعب بينية ممتازة، كرة سريعة سريعة، المنتخب الأردني بدأ الآن ينتقل من مرحلة جزء للمنتخب الوطني بال 2007. كانت أول مباراة ودية مع المنتخب البحريني وسجلت هدفين، كانت في أول مباراة. إنك تمثل المنتخب الأردني هذا حلم يعني لأي لاعب، وإنها تبدأ في أول مباراة ودية، أول مباراة دولية، إنك تسجل هدفين يعني كانت بداية الحمد لله رب العالمين يعني كويسة. وكملت لمدة 10 سنوات ظليت في المنتخب، لعبت 121 مباراة دولية، وكان لي الشرف طبعا إني أمثل منتخبي بالمحافل، وطلعت على كأس العالم للشباب، وشاركنا في كأس آسيا مع المنتخب الأول. يعني كانت الحمد لله مسيرة ممتازة مع المنتخبات. تعرف لما تحمل شعار المنتخب أنت رايح، بنسى نفسي أو بفكرش بحالي، بفكر في المجموعة بمنتخب بلدي، بفكر إنه في وراي يعني شعب كامل بيستنى يفرح من وراء هاي المباراة أو من وراء بطولة زي كأس آسيا. يعني إحنا في 2011 كانت أكبر مثال، كانت هاي البطولة عن جد نموذج من جماهير، من إعلام، من اهتمام كامل، حتى من جلالة الملك كان متابع أول لنا. تعرف أي لاعب بتمنى حلمه يلعب كأس العالم، يعني هي أحسن بطولة ككرة قدم في العالم. فأنا كلاعب كنت مستني، أو إحنا كمنتخب كنا مستنين هاي البطولة، إنه عشان كل أنظار العالم كانت عليها، وكنا المنتخب العربي الوحيد اللي متأهلين على كأس العالم للشباب في 2007. والحمد لله الكل شاف والكل شهد إنه فعلا قدمنا مستويات ممتازة وقارعنا إسبانيا والأوروغواي. هاي ذكريات كأس العالم، هاي مجلة من الفيفا، كانت يعني شرح تفصيلي عن كل منتخب، التكتيك تاعه والأسماء اللاعبين. وطبعا يعني أنا سجلت جولين في كأس العالم في إسبانيا وبزامبيا، وكان معي مجموعة من اللاعبين ومن جهاز الفني يعني مميزين صراحة، كل العالم عيونها على هاي البطولة. يعني أجمل أهداف في حياتي هاي كانت، وغالي علي صراحة، وخصوصا لمنتخبي. يعني لا والله دائما بحب في المناطق اللي قدام، مهاجم وسط يمين، خلف المهاجم، وسط شمال، المهم قدام. يعني ما هو حسب المدرب، يعني كان يمكن الكابتن ناصر حسان خلص بيشوف اللاعب، بيشوف إيش ميزاته فبيحطه مهاجم، وأنا يمكن دفاعيا شوي أقل من هجوميا، فبحطك في المكان اللي أنت بتكون قوي فيه. هاي مجموعة يعني ميداليات وجوائز حققتها، يعني كانت هي من الأقرب على قلبي، يعني جائزة هداف الدوري وجائزة أفضل لاعب ناشئ في الأردن، وطبعا عندي كمان إنجازات ثانية. وهاي ميداليات لبطولة الدوري وبطولات الكأس والدرع مع الأندية اللي لعبت فيها، بس أكثرها طبعاً مع نادي الوحدات، بس مكلكل إنه خالد بحب دائماً يلبسها.
وهاي هاي إلي أو كلهم إلى بابا، وإن شاء الله رح أطلع ألعب كرة قدم زي بابا. إن شاء الله إن شاء الله، ما شاء الله عليك.